بنات صبايا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد. قبل ما نحكي اي شيء حابه اتشكر كل الصبايا اللي عم تدعمني، اللي عم تكتب لي تعليقات. الله يسعدكم يا رب مثل ما عم تساعدوني. تعليقاتكم كلماتكم هي لحالها هيك بتشفي العليل مثل ما بيقولوا، وحتى اللي ما بيعلقوا الله يسعدكم يا رب مثل ما عم تفرحوا قلبي بتساعدوني. مثل ما لكم شايفين هون عامله شويه معجنات، عملت هيك ميني بيتزا وعملت هاي المعجنات تبع الجبنه، فطاير الجبنه. عندي استقبالك صباحي بالبيت لزمان كتير، يعني ما صار عندي هيك استقبال، يعني صبايا قرايبين هنين، فكنت فايقه بكير كتير لحتى احضر الاكلات. هالمره حبيت هيك انه اعمل اكلات مالحه اكثر من الحلوه، لانه يعني لا فطور ولا غدا، فهيك حلوه يكون في كذا ضيافه. وبتعرفوا انتم النسوان بحبوا اكلات الحامضه والمالحه، اكلات الزيت يعني. فدغري خطر ببالي اعمل الحره باصبعه، هي اكله شاميه معروفه عنا، بنحطها بالجمعات، جمعات النسوان اكثر شيء بتتساوى. فاول شيء عملته خلصت من المعجنات، شلتهم على جنب، بدي اعمل هذا القصر. كمان هي اكله تركيه مثل التبوله عنا السوريه، بس هون تركيه، بتجي البرغل تبعها اكثر من الخضره. نحن عنا الخضره وشويه برغل. انا مثل ما شفتوا حطيت تقريبا كاستين برغل، حطيت لهم كاسه ونص مي دافيه، مو مشكله ما تكون سخنه، يعني دافيه بارده ما بتاثر، وتركته شوي على جنب. مهم ما بدي كتر له مي مشان ما تطلع البرغل هيك مفنش بالمي. الخضره بحطوا لها نعناع اخضر، بحطوا لها خس، بحطوا لها بقدونس، حطيت لها بصل اخضر. معكم بصل اخضر ممكن تحطوا لها بصل يابس تبرشوه هيك وتعصروه وتحطوه. في عالم بتقلي البصله تقلايه كمان وبتحطها، فحسب مثل ما شفتوا. بين ما انقل البصل كنت حضرت الخضره تبع الكسر، هاي البصله اللي قطعتها مشان الحراق باصبعه، وحطيت لها معلقه طحين وقليتها بزيت زيتون. يعني هلا ممكن يكون غمر احسن، بس انا ما غمرتهم لاني حطيت لهم طحين، فحيهن حيقرمشوا، يعني هي معلقه طحين مشان يقرمشوا. هلا بنجي للكسر، حطيت الخضره اللي قطعتها انا، بس بتكون شوي ناعمه مخرطينه، وحطيت ليمون، حطيت ملح، حطيت دبس رمان، معلقه دبس بندوره، ومعلقه دبس فليفله. هلا فيكم بس تحطوا دبس فليفله اطيب كمان بتطلع، بس اللي عندي كتير حده فحطيت من هون ومن هون، وزيت زيتون طبعا. وبتحطوه مثل ما حطيتهم انا هيك عملتهم بقالب، بيطلع شكلهم احلى. هلا هي ما بتنعجن عجن، بس هيك بتنخلط خلط وبتتقدم. حطيت لها هيك زينتها بوراق الخس والليمون، بتطلع كتير كتير طيبه هي الاكله. الحراقة بإصبعه بالعادة بتنعمل بالعجين أو بالخبز الميبس يعني، ومع العدس. أنا هون سالقة العدس نص سلقة لأني بدي أسلق معه معكرونة. لو إني بالعجين كنت تلت أرباع سلقة بعدين نزلت العجين، بس أنا ما عملتها بعجين للسرعة، عملتها بهي المعكرونة هيك شكلها مثل العجينة بس مدورة، فظريفة لقيتها للحراقة بإصبعه. حطيت شوية بصل، حطيت ثوم، حطيت ملح، حطيت كمان الزيت اللي قليت فيه البصلة، حطيت شوية كزبرة وهيك شوية رشة حمض كمان للمي، عملت لهم ميتهم تكون منيحة بين ما يعني تستوي المعكرونة. شوف قديش بتاخد يعني، وبس بلشت تستوي بحط لها شوية دبس رمان لحتى يعطيها هي النكهة القوية الطيبة. هلا هي بالعادة بنعملها كمان بالتمر الهندي، مية التمر الهندي، بس ما لقيت، دورت كتير نواحي ما لقيت، قال ما حيرجع يتوفر غير لرمضان، يعني قبل ما يجي رمضان بشهرين بيكون انقطع من السوق، فغالبا ما بلاقي الا اذا كنت مخزنه منه. فقلت لا حاستعوضها بدبس الرمان، دبس الرمان بيعطي طعمه طيبه. كمان حطيت مثل ما شفتوا كمان الكزبره، قليتها شوي مع الثوم، مو تقلايه على نار حاميه لا، بس بحمي شوي زيت وبطفي عليه وبحط الكزبره والثوم بقلبهم مع بعضهم. وزينت وشها، شو بتحبوا تزينوا وشها، ثوم وكزبره، بصل مقمر، خبز محمص. انا هون محمصته بالقلايه الهوائيه، هو بينقلق لي او بتقطعه من العجين كمان بتقله حسب انتو ورغبتكم. انا الشغلات السريعة يعني والصحية عم استخدمها. وكمان الرمان هيك فرط رمان وحطه على وشها بتطلع كتير ظريفة. هلا هون نجي لأكلة الحلو. ما نظرا لقلة الوقت عندي فقلت لها تساوي أكلة حلو كتير سريعة وموصي على حلو أنا كمان، فعملت شغلة هيك سريعة. رقايق الميليفوي نفسها، لها عجينة الباف باتسري نفسها، قطعتها مثل ما شفتوا لأصابع وغطيتها بالسكر
مو البودرة، السكر العادي يعني بالحبيبات، وحطيتها بالقلاية الهوائية وفردوها بصينية ومع الفرن 5 دقائق 7 دقائق حسب شو بياخد معكم وقت لحتى تستوي هيك وتاخد لون. حطيتها تقريبا اخذت انا بالقلاية 7 دقائق، ححطها بصحن وجنب منها هيك فواكه وعلى وشها سكر، بتشبه بسكوتة كتير طيبة بالسوق ببيعوها كمان، نفس عجينة الميليفوي هيك منفوخة وعليها سكر وحاشينا مربى الفريز. فأنا هيك قطعت جنب الفريز ورشيت على وشها السكر البودرة، طلعت كتير ظريفة. وهون كان وصلوا ضيوفي وجايبين لي معهم هذا الصحن اليالانجي، كتير طيب يسلم ايديهم يا رب. مثل ما قلت لكم هيك كانت الضيافة، يعني هي لا فطور ولا غدا، يعني ضيافة وحلوة ومالحة. وسكبنا هيك الصحون، وعلى فكرة هرب اصبعه من الاكلات اللي بتتاكل هيك باردة، يعني طيبة كتير هي وطعمتها باردة اكتر من السخنة، انا بحبها تبرد اكتر ما تكون سخنة. وهذا الحلو اللي كنت موصي عليه نفس الصبية اللي وصينا من عندها الكيك وقت عيد ميلاد رفيقتي، يعني وصلنا من عندها هدول السواريهات الكيكات اللي كتير كتير طيبين، خاصة هذا البيستاشو كتير حبيته أنا، حشوة الفستق يعني. حبيت خبركم عن هاي الصبية، فاتحة مشروع جديد، يعني بدي منكم هيك تفوتوا على صفحتها تدعموها تشوفوا الشغلة، كتير شغلة حلو كتير رح تنبسطوا يعني. ومبدئيا هي بتوصل ضمن اسنيورت وبليك دوزو، يعني حوالي اسنيورت بتوصل، بس لحتى يكبر مشروعها اكتر واكتر ان شاء الله بتصير بتوصل لمناطق تانية، فحبيت وصيكم فيها لانه عن جد بيستاهل شغلة انه ندعمه. ورح اترك لكم رابط صفحتها الانستغرام تحت بصندوق الوصف او باول تعليق مثبت. امبارح وقت اللي نظفت البيت خطر ببالي هيك اقلب الفرش، حطيت طقم الكنب هيك وحده هون وحده هون، حطيته هنيك بالزاوية. هلا حسيت انا شوي هيك هون مزركت الكنبايات الصغار، بس يعني ماشي الحال، تغير شكل كل فترة هيك بغير ان شاء الله هيك. بس لنغير مكان هي ممكن حطه هون انا، بس هي لانه الشاشة معلقة والنت وهالشغلات كلها مرتبطة فيها، فصعب شوي تغييرها اني حط هون طاولة الصفرة، فحق هيك الشكل. شو رأيكم؟ شو عم تعمل سوسو؟ لون. شو لونتي هلا؟ لون الفي والقلب والوردات وهي نفسها لون. مروقة بالعطلة سوسو؟ كم يوم عطلة عندك؟ 3. ليش عطلتوا؟ هذا اليوم الثالث بتعرفي؟ عيد ال كريسماس؟ ايه لا مو الكريسماس. اللي يلبشة اللي هو شو؟ راس سنة؟ لأنه بتجي سنة جديدة، ايش بدك تقولي لهم لرفقاتنا؟ كل عام؟ كل عام وانتم بخير. ايه وشو كمان؟ ما تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب. وشو يكتبوا لنا؟ لايكات كثير. بيطلع بينا بالرجعة. وبيوم البازار كنا عم نتمشى يعني هيك على الشارع عم نجيب اغراض، فدخلنا على البازار شوي نتفرج شو نازل، شو في شي جديد، في يعني في كم بسطة تياب بينزلوا تياب حلوة،
فلزمان ما تفرجت عليك شغلات، بالعادة باخد أغراضي إذا بدي فوت آخد خضرة يعني باخد خضرة وبطلع، وسيلة كان بدك شوية حبسات وشكلات ف يعني خليت أتنقل. ها فعيلة شو؟ خذي غير لون، شوف هدو. ها مو حلو غير هدول، لا لا هدول مو حلوين، هدول مو حلوين، خذي من هدول إذا تاخذي. اي هيك مثلا هيك، اي هاي شايفه هدول حلوين، بهاي انا حبيتي هدول حلوين، دو كان عندك مثله حطيه على راسك. هاي راسك حبيتي زرق، ليكي الازرق هذا واخضر واصفر. هدول حلوين سيلا، ليك هدول نظارات. لا هي مو حلوة تبعت بنات صغار، ليك هي حلوة نظارات شايفة. يا خذي هدول بقى عطيهم لعمو يحسب لك اياهم. هدول تبعتي؟ يلا عطيهم لعمو يحسب لك اياهم. الله يرمس نابه. أحلى شيء إنه الواحد يدخل على البازار وما يكون بده يشتري أغراض أو خضرة، هيك بياخد راحته وبيتفرج على الأغراض على الأشياء اللي حاطين البسطات كلها، غير بسطات الخضرة والأكل والسمك واللحمة وهيك شغلات. خلصنا من البازار وكنت وعدت لسيلة بدي فوتها على الحديقة قبل ما اطلع على البيت، ففاتتك شوي يعني شوي، هو ما فيها الحديقة تبعنا كتير العاب هيك المرجوحة والزحليطة، وبس من قبل كان في يبقى هدول الالعاب الرياضة، فلهيك اكتر شي الاولاد بيفوتوا هيك بيفوتوا المسكليتات تبعهم او السكوتر تبعهم بيفوتوا بيلعبوا شوي وبيطلعوا على البيت. وهذا اليوم كان آخر يوم بسنة 2023، إن شاء الله سنة خير وفرج وأمل يا رب العالمين على الجميع، السنة الجاية تكون سنة فرح وسعادة وفرج بإذن رب العالمين، نصر نصر لجميع بلادنا بلاد المسلمين، بلاد اللي فيها حروب الله هيك يهدي بالهم يا رب، يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم ويكون بعونهم، لأنه عن جد قلوبنا معهم ومطالع باليد حيلة غير أنه ندعي لهم، فالله يفرج كرب كل مكروب يا رب. هون كنت عم ساوي حلو رايحين لبيت قرايبينا، فحبيت أخذ معي هيك حلو على آخر يوم بالسنة يعني نختمها هيك بأكلة حلو. فمثل ما شفتوا حطيت بسكويت مطحون، عندي إياه مطحون من قبل بوقت، حطيت علبة قشطة، حطيت كمان معلقتين كاكاو خام ومعلقتين سكر بودرة وشوية زيت، يعني شوي معلقتين زيت، إذا في زبدة بيكون أفضل، أنا ما كان عندي زبدة لهيك حطيت الزيت. وتعجنون مع بعضهم لقيتون بدهم شوي شان يمسكوا مع بعض، حطوا هيك معلقة معلقتين حليب، أنا ما احتجت فما حطيت. وهون بقى مثل ما شفتوا هيك عجنتهم منيح، حطيتهم بالبراد كورتهم على شكل قالب، حطيتهم بالبراد وعم سيخ الشوكولا، سيخت من نوعين الشوكولا السودا والشوكولا البيضة، هلا السودا ضفت لها شوي من البيضة مشان تصير هيك حلوة ما تضل مرة، والبيضة تركت هيك على حالها. وبس تابت الشوكولا حطيت معلقة زيت هيك صغيرة شوي، يعني كتير عم لاقي هاي الحركة ظريفة، عم تضل الشوكولا هيك سائلة وما تجمد بسرعة، بس بنفس الوقت تحطوها على قطعة الكيك أو على أي شيء عم تزينوا فيها بتجمد عليه. تركتهم بالفريزة تقريبا نص ساعة لأنه بدي أرجع أحطهم ببراد أصلا، بس مشان هيك تعلى عليهم الشوكولا ودغري تجمد، هيك قطعتهم يعني عرض إصبعتين كل قطعة مشان تكون هيك محرزة، وراح أغطهم كمان بالشوكولا وحطهم بوراق الضيافة مشان يكونوا جاهزين يعني وقت حطهم بالبراد وأخذهم معي وقت بدي روح. إذا وصلتوا معي لهون حبايبي وأنتم عم تفرجوا على الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك إذا ما لكم عاملين لايك، وإذا كنتوا جداد على القناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل لحتى توصلكم مني كل الإشعارات أول بأول، وكمان لا تنسوا إذا أنتوا بتحبوني بتحبوا محتوايي انزلوا هيك علقوا لي تعليقات حلوة وكتروا لي التعليقات لأنه بترفع لي هيك الفيديوهات وبيقصر يوتيوب على مشاهدين جداد. الله يسعدكم.
زينت وش القطع بالفستق الحلبي هيك عشان يعطيه لون حلو، وغطيته مثل ما شفتوا حطيتهم بهذا الورق تبع الكيك يعني مشان هيك مسكته بتكون اسهل وما بتلوت الايدين مشان الاولاد. حطيتهم بالبراد تقريبا ساعه ساعتين، انتوا قد ما تركتوهم ما بيأثر يعني بيطلعوا اطيب، كل ما هيك ضلوا بالبراد اكثر كل ما طلعوا اطيب. عم ورجيكم اياهم هون هيك قبل ما اخذهم غلفهم معي واخذهم كيف شكلهم طلع، كثير شكلهم طيب يعني بقصد شكلهم حلو وطعمتهم طيبه. شو هالحلو ها؟ دوري لشو؟ يا عيني.